وصارت معنا ماريا البحراوي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك حبيبتي، يعني منوره جده وانت نجمه جده ما شاء الله عليكي. الله يسعدك. والله شكرا. خبرينا شلون شفتي المهرجان لهذه السنه؟ طبعا مهرجان البحر الاحمر يعني كل سنه كل ما له بيتطور اكثر، هذه السنه ابهرنا لانه متواجد في البلد. حلو انه النجوم بيشوفوا احنا كيف كنا نعيش، شلون حياتنا كانت، شلون التراث عندنا بالسعوديه. ففخوره جدا، شعور عظيم. وحلو انه شفناك في المهرجان قاعده تدعمين زملائك في المجال هذا. خبرينا ايش قد مهم هذا الشيء انك تروحين تحضرين هذه الافلام السعوديه، الافلام العربيه. هم كلهم دعموني، كل زملائي اللي في المجال حضروا نورا، دعموني، شافوني يعني إلى الآن والله. فأكيد طبعا، وأنا أحب أتفرج الأفلام السعودية، مو شرط السعودية، حتى الأفلام العالمية. أحب أتثقف، أحب أشوف إيش الجديد، كيف التطور عندنا. فأكيد راح أحضر، ومهرجان البحر الأحمر ساعدنا كثير في هذا الشيء. أكيد طبعا. من بعد نجاح فيلم نورا اللي راح يعني للسعودية وللعالم كله حتى، فشنو قاعدة تحضرين؟ إن شاء الله في فيلم جديد، بس ما أقدر أصرح عن التفاصيل الباقية. ممكن أعرف الجانرا مالته؟ ما أقدر أبدا. وبالنسبة للدراما؟ أحب الدراما مرة، فإن شاء الله يكون عندي فيلم دراما، لأنه نورة دراما، فكانت أول تجربة لي دراما، ومرة أحب الدراما. يعني حتى أنا أغلب الأفلام اللي تلاقيني أتفرجها دراما، فإن شاء الله ليش لا. إن شاء الله يا رب نشوفك دائما متألقة وبنجاح. إن شاء الله حبيبتي. Thank you. Thank you حبيبتي.